بسم الله الرحمن الرحيم. خاوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خاوتي اليوم معنا شرح للموقع الجديد لربح بعض الساتوشي. هذا هو الموقع اخواني كما ترون، موقع جديد. موقع طريقه تسجيل اخواني لم اشرحها لانها بسيطه مثل العاده، يعني مثل المواقع الاخرى. المهم هذا الصنفور هذا يجمع لك المهم يجمع لك هنا 100، ثم تاتي هنا وتضغط على نيكست لوفال لكي تجمعها هنا هكذا، ويعيد يجمع من جديد حتى تصل 100، وتضغط على فتحولها الى البالانس هنا. ثم اخواني بعدها تأتي الى بابا ولا بابا، لا ادري الكلمة هذه، تضغط عليها لتحويل هذه العملة الى ساتوشي. يعني عمله تقريبا مثل هنا، يقول لك 200 كوان 50 ساتوشي. على العموم تضغط كونفيرم، المهم تضغط هنا وترجع من جديد. ها هي حولت، والموقع يجمع من جديد. اخواني انا لم اسحب، ساسحب امامكم ان شاء الله. للسحب نضغط على ويلدراو. يعني موقع لا يوجد فيه شرح كثير، يعني على كل حال انا اذا اردت اسحب على فرصه هاب او الاي باي، اما ما انصح به اخوتي الى الفرصه، عفوا الاكزابو لا ترسلوها اليها اقل من 40,000 ساتوشي، لان العموله كبيره جدا اقل من 40,000 ساتوشي. يعني اذا عندك اقل من 40,000 ساتوشي لن يصلك شيء، او اذا وصل يصل قليل. على العموم ان شاء الله سنسحب الى الفوسيت هاب 125 ساتوشي هكذا، ثم نضغط يس. تمام، سنرى ان وصل السحب ام لا. نضغط على فوسيت هاب، المهم اخواني المواقع التي شرحتها من قبل، الموقع هذا كذلك انا اسحب منه عادي. يعني هذه البونيس اليومي، هذه الثلاثة بونيس اليومي، كذلك عندك هنا هذه الخانة، هذه تضغط عليها تجد كل يوم تجد مثلا 3 إعلانات او 4 إعلانات تضغط عليهم، تجد إعلانات هنا، انا ضغطت على الإعلانات، تجد إعلانات هنا تضغط عليهم وتعمل الكاباتشا. يعني عادي الموقع الإخواني هذا كذلك أنا سحبت منه يسحب عادي. يعني هذه المواقع تابعة لبعضها، مصمم هذه المواقع عفوا هو شخص واحد اسمه مارك. يعني هذه 3 مواقع لشخص واحد، هذا كذلك أنا سحبت منه. يعني كل متجمع هنا تضغط كذلك على ماركت، يعني نفس الموقع الذي نشرحه اليوم في الأساس. تضغط هنا وتنزل تحول هذه الأبل التفاح هذا إلى ساتوشي. أنا أنصح إخوتي دائما لا تستعملوا هذه ولا هذه، استعمل دائما لما تجمع 4500 ساتوشي يعطيك 750 لما تجمع 4500 أبل تفاحة يعطيك 750 ساتوشي. هذه لكي لا تكون الخسارة، يعني هكذا. وترجع وتجعله واتركه يعمل. إذا أردت الريفيرا خاص بك هذا هو هنا فريند، رابط الإحالة، هذا هو رابط الإحالة الخاص بي، أنا سأضعه إن شاء الله أسفل الفيديو لمن أراد أن يتسجل عن طريقي. أين كنا؟ نعم، لنثبت السحب يعني من الموقع. سنرى فرصة هب، هذا هو الموقع، وصل وأرسل الموقع الجديد. يعني خصم 25 ساتوشي، هذا هو جيست ناو اليوم. يعني المواقع هذا الموقع الموقع هذا هو الموقع الذي كذلك سحبت منه. ها هي كم سحبت منه، 8965 ساتوشي.
منذ يومين، والآن أنا أجمع فيه كذلك. الموقع الثالث سنرى أين هو، يعني مواقع صادقة وتدفع عادي، يعني إخواني فقط استعملوا عدة مواقع لزيادة الربح فقط. أعتذر يعني والله للإنترنت هذه الأيام بسبب الصيانة، لا يعني هي ثقيلة جدا. لا أدري أين هو. على العموم المهم المواقع تدفع إخواني، توكل على الله. فقط تحديث لهذا الموقع الذي يعطيك من خمسين ساتوشي إلى 250 ساتوشي، فيه تحديث بسيط. هذا الموقع إخواني كان يدفع إلى فرصة هاب، والآن هو يدفع إلى إي بي، يعني تم تحديثه أمس فقط. هذا ما كان في الشرح إخواني، سأضع الروابط كلها أسفل الفيديو. توكلوا على الله. هذا ما كل ما كان في الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.